انه الحزاني مبدي الاولاد علي اخر شيء. الحزاني قاعد متابع الاولاد ومترك حالي انا، يعني ما لا اروح على دكتور ولا شيء. تابعهم بدي خلاص منهم، بدهم يسوون عمليه يعني خلاص منهم، لانه هذول شنو ذنبهم على الاطفال هاي؟ يعني الله سبحانه وتعالى كتب علي، ايش بدي اسوي؟ يقول يا اخي بدك تطلع على تركيا، بدك تطلع يعني ما ابي والله ما ابي. إصابتي بظهري صار لها 10 سنوات، من 10 سنوات إصابة بظهري، مسوي صارت 7 عمليات بظهري. إصابتي بالنخاع غشوكي، كياس مي على النخاع الشوكي، ودت معي الشلل، يعني شلل من صدري وجوا ما عاد أحس بشي. معي ولاد 2 معهم فتحة بالقلب، وعدا يعني معي إصابة بظهري وشلل، ومعي جروحات خشكاريشات، معي بحصة على الكلية، ومعي كتلة بظهري بدها تصوير، وهذا أن كلياتهن ولا وحدة ماني قدران أسوي منها. بالنسبة لظهري بده تروح تصور رنين مغطنيسي أول شغلة، وبدك تطلع الصورة بدك يكون دكتور يفهم على وضعك، يعني من العادة من أصور رنين مغطنيسي هاي الكاس المي تطلع يعني تبين أنه نغط هيك يعني على كثر ما صورتها يعني. إذا بدك عملية جراحية هين بالمحرر ما بي يعني ما مستحيل حدا يسويها. بالنسبة للقسطرة هاي قسطرة بركبها دويمة يعني، مو يعني بدي أبدلها كل 10-15 يوم بدي أغيرها هاي القسطرة على طول. والخشكريشات هذنة يعني كشاش وكمعقمة وبرهم وكهيش هذا استهلاك يومي يعني يومي. الحز نروح على المشفى يغيرونا، ما تروح المشفى ما ينطونك شاش للبيت يعني، انه تقول له انطيني شاشة اغير بالبيت، بدك سيارة تاخذك وتجيبك، ايه بدك تحط قد حق الشاش مرتين، ايه بجعد هل خيرين ازاي احسنكم، واحد امن لنا شوي الشاش حطينا لها جروح وجعد نغير لن بهالبيت، لانه صار لهم اليوم 6 سنوات. والله الاولاد من امهم جابتهم معهم فتحة بالقلب، من جابتهم خذيناهم على الدكاترة قرم معهم فتحة بالقلب، قمنا ناخذهم على الدكاترة ونتابعهم على الدكاترة، صارت الأحداث وهيش وترش مثل ما يقول رحلنا من مكاننا وهيش، ما عاد يعني توفر لنا إنه ظلهم 5-6 سنين وصار وضعي هيش، نسيناهم والتهينا بي يعني. يا الحظ لما نجينا اللي هنا قمنا ناخذهم على الدكاترة يقول لك لازم نسوي لهم عملية من زمان، يعني كل ما يشوفهم دكتور يقول لازم نسوي لهم عملية من زمان. يعني دخل الخيرين ازاي احسانك ما بي شيء ولا ليره تجي من برا، تجي هالمعونه مثلنا مثل المخيمات يعني، ما بي لا انه تمييز ولا بي زياده ولا بي نقص، مثل ما تستلم العلم احنا نستلم، وضعنا نفس العلم يعني. وهالخيرين ازاي احسانك يعني لا تاخذني مكان، تجي منظمات زدت لك 500، تجي منظمات زدت لك 1000 ليره مثلا، قاعد يعني ندفشها تدفيش. يا احلى مريض حالي يكون اقل شيء متوفر لي كل شيء، وهالاولاد مسوين عمليه ومرتاح منهم، لانه الحزاني مبدي الاولاد علي اخر شيء. الحزاني قاعد متابع الاولاد ومترك حالي انا، يعني ما لا اروح على دكتور ولا شيء. تابعهم بدي خلاص منهم، بدهم يسوون عمليه يعني خلاص منهم، لانه هذول شنو ذنبهم على الاطفال هاي؟ يعني الله سبحانه وتعالى كتب علي، ايش بدي اسوي؟ وما لاقين جهة انه يعني نروح لعند دكتور انه يتابعنا ويقول يا اخي بدك تطلع على تركيا، بدك تطلع يعني ما ابي والله ما ابي. يعني تروح على مشفى على مستوى جروح يعني يقول لك تجي على المشفى غير لك، ما تجي على المشفى ما ابي يعني. للمدير المشفى نصل لمدير المشفى بس بدنا شاش بالبيت يعني، خيو كل اسبوع نجي ناخذ طونه شاشه يقرر الجروح، يقول لك تجي على المشفى. طيب مشفى بدي سياره وبدي عالم يشيلني وتحطني، يعني بدي 3 ليشيلوني يحطوني بالسياره، حتى على الكرسي ما اقدر اقعد من قدام الا من ورا، بدي اتشطح بالسياره على طراحه يعني. انا اقول انه والله بس الله سبحانه وتعالى يصبرني، وكانت حتى العيله يعني تقوم تطلع تقعد برا ما تقعد معي، لانه شنو عقل ما يضل يعني. فعلا يعني الواقع اللي انا بيه يعني ما انحزت عليه والله، لانه لا تاخذني بالكلام، هذا طفل يجي واحد بده لباس، انا ما عندي حق لباس مثلا،
بده روح على دكتور، بده جاية، بده شغلة، بده عملة، يعني أمر ما شو بتوصل فيك يا ما أعرف، يعني فعلا ما ينوصف. أنا بالنسبة لي يعني الأولاد يمشي حالهم أهم مني يعني حاليا، أنه أريد الأولاد يعني بس هيك يطلعون على هالدنيا، أنه خيو ما بشي متوفر لهم، أنحس حاليا ما بشي ما بشي ما بشي خالص، يعني أنه شغلة متوفرة لهم ما بي، يعني قاعد أفكر طيب هاي أولاد شو بدها تشتغل؟ شو بدها تشتغل هنا بالمخيمات؟ لا دراسه لا شيء، لا ما بشي خالص. المدرسه عندنا تبعد يمكن بدي اقول لك 2 كيلومتر ومخيمات، يوم متلاقينهم اولاد على الطريق ضاربينهم، يوم ما ادري شو، يوم ما ادري شو، ومدرسه حتى غريبه علينا ما في. يجونا يقولون يا اخي انتم بدكم فرشه هوائيه، بدكم بدنا كهرباء. طيب الكهرباء منين بدي اجيبها؟ وبالنسبه للاولاد هذا شفت عينك، يعني هذا على الواقع، يعني ما بشي والله، ما بزياده ولا شغله. وأنا ما بدي غير أنه علاج لي لهالولاد وخيو الرزق على الله، ما بدي يعني كمادة وهيش ماني رايدها ولا رايد أبدا، رايدين عايشين أول بأول بين ما الله يفرجها علينا وعليكم وعلى أمة محمد.